عبد العبودي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعرف نفسي بالبداية باسم الشهرة مهدي العبودي، والاسم الثلاثي مهدي هام المضر. متزوج، لدي طفلان مؤمل وجنة، من مواليد بغداد 1984. ما هو برنامجك اليومي؟ البرنامج اليومي نقعد الصبح، نروح أكيد للدوام، إذا كان أيام الدوام دوام الجامعة نروح للجامعة الصبح، أكيد نرجع الظهر نقعد ويا الأطفال شوي، نلعب وياهم، نضحك، نتغدى، بعدها أرجع أمارس تمارين رياضية، بعد التمارين الرياضية أرجع للقناة، يعني اللي يعتبر هو مكان عملي، يا أما يكون مكان عملي بالفرقدين، قناة الفرقدين أو في قناة العهد، يعني لأنه أنا موظف في الاثنين. يعني لحين ما ينتهي العمل وبعدها أرجع البيت أكون ويا أطفالي ويا عائلتي. ما هو البلد الذي تعشق السفر إليه؟ بصراحة البلدان اللي سافرت لها هواية، بما فيها أوروبا والدول العربية، هواية شفت، هواية طلعت. البلد اللي أحس راحتي النفسية تكون به لبنان بصراحة، لأنه بلد متطور من حيث النفسية، البشرية اللي موجودين أو اللي صادفتهم أنا، يعني الأغلبية هم ناس مثقفين، ناس يحترمون الإنسان، يتعاملون وياه على أساس هو إنسان. يعني ما هو نوع علاقتك بالجمهور؟ علاقتي بالجمهور علاقة طيبة مستمرة، بالإضافة لهذا أنه حبيت أنوه على فد موضوع مهم، موضوع التواصل الاجتماعي موجود تقريبا أكثر من 18 أو 19 صفحة هي وهمية، الصفحات كلها أنا غير مسؤول عنها وأنا ما أديرها، يعني ولا أعرف منو اللي يديرها ومن يتحكم بها. يعني أنا فقط عندي البيج اللي باسم الصفحة الرسمية لمهدي العبودي، أنا أديرها شخصيا. بعض الناس تراسل هواية، يعني أغلب المشتركين اللي بالبيج يعرفون عدد المشتركين، يمكن أكثر من 40,000 حاليا، فعلى أقل تقدير يوميا إذا تريد تجيني فد مسجات أو رسائل أو محادثات، على أقل تقدير فد 1000 رسالة تجي أو 500 رسالة، هذا كله يحتاج وقت حتى أرد عليه. بصراحة اللي ما ترد عليه منهم يزعل، منهم يضوج، منهم يضجور، منهم يتهمني بالتكبر. أنا بصراحة مو هيك يعني، بس أختار المسجات المهمة الضرورية اللي تستجوب علي أنه أرد عليها، فأتصفح أشوف المسجات اللي موجودة الضرورية بصراحة أجاوب عليها، اللي مو ضرورية أنا أتمنى يسامحوني ويعذروني. بالإضافة لهذا عندنا علاقات ثانوية، مثلا علاقاتنا بالجامعة، الشباب اللي موجودين هواية، علاقاتنا بالمنطقة خلينا نسميها، علاقاتنا في مكان العمل، يعني في القنوات أو في هو هذا المجال نفسي، يعني إضافة لعلاقاتنا الخارجية، هناك علاقات غير علاقات العمل بعيدة كل البعد عن هذا الإطار، يعني الأخوة مثلا الرياضيين، لاعبين أو غيرهم، يعني علاقتنا طيبة بهم متواصلين. أتمنى اللي ما أرد عليه من خلال البيج أنه يسامحني ويعذرني، يعني لأنه الوقت غير كافي بصراحة، لأنه الصبح دوام جامعة، الظهر تمرين، العصر بالليل قنوات، فما عندي وقت أنه يعني أشوف أهلي بصراحة، هذا الوقت يعني ما جاي لحق على نفسي، فأتمنى يعذروني. يعني ما هو موقفك مما يشهده العراق والمنطقة أخيرا؟
موقفي حالي حال أي فرد عراقي. الوضع بصراحة وضع مأساوي، تعيش المنطقة بصورة عامة والعراق بصورة خاصة. الكل يعرف أنه الحرب هي حرب فكرية قبل أن تكون عسكرية. أنا كمواطن عراقي وكشيعي أنتسب لعلي بن أبي طالب عليه السلام، أنا مو بس منشد يعني أو رادود يعني خادم الإمام الحسين عليه السلام، أنا مستعد أنه أكون جندي في ساحة المعركة إذا اقتضت الضرورة، فأنا مقاتل يعني. والحمد لله عندنا خلفية بخصوص هذا الموضوع يعني، ونتمنى من الله أنه سبحانه وتعالى يفرج عن الأمة الإسلامية وعن الشيعة تحديدا ويعم الأمن والأمان إن شاء الله. في أي خانة من مرتبات النجاح تجد نفسك؟ بصراحة هذا الموضوع مو أنا اللي أقيمه، الجمهور هو اللي يقيم، لكن أنا يعني أطمح للأكثر، وأنا مقتنع باللي مستوى اللي واصل له الحمد لله. بصراحة كان حلم يعني إنه في يوم من الأيام إنه تطلع بشاشة التلفزيون وعندك يكون معجبين وعندك جمهور وناس متابعين يعني، لكن الحمد لله بركات الإمام الحسين عليه السلام وصلتنا إلى هذا المستوى، وأنا جدا فخور بنفسي طبعا لأنه ما عندي كانت مقومات المساعدة لهذا الموضوع. مهدي العبودي هو اللي صنع مهدي العبودي ببركة الحسين عليه السلام، فالحمد لله مقتنع باللي واصل له ونطمح للأكثر إن شاء الله. ماذا يعني لك أن تقرأ مع الرادود الكبير الحاج جليل الكربلائي؟ بصراحة تجربة أعتبرها ناجحة، وكان حلم يعني إنه كنا في زمن صدام، كنا بس نشوف ملا جليل يعني بالتلفزيون بالشاشة من خلال السيديات، كنا نتمنى إنه نشوفه يعني، بس شاء الله إنه يسمح لي إنه أقرأ ويا الحاج جليل الكربلائي، وهذا شرف إلي كبير بصراحة وتجربة ناجحة. بالإضافة لهذا إنه أعتبره انطاني في الدعم، الحاج جليل انطاني في الدعم كلش كبير بالقصيدة اللي اشتركت وياه بيها، وأعتبر إضافة توفيق هذا من الحسين عليه السلام كهدية ومكرمة من سيد الشهداء اللي أضاف لي إياها يعني، وأنا فخور جدا في هذا الموضوع. من هو الرادود الذي تطمح أن تصل إلى مستواه؟ الكل اليوم بصورة عامة نعتقد أنه اللي وصل له الحاج باسم الكربلائي الله يحفظه ويطول بعمره، أنه وصل لمرحلة المرحلة فاقت التنافس يعني. بصراحة اليوم ما عندنا رادود ممكن يقول أقدر أتنافس ويا الحاج باسم، هذا دليل على إخلاصه وعلى تواصله بالعمل، بالإضافة إلى أنه الرجل هو متحدث يوميا يعني، متحدث لا بالكلام يعني، متحدث أي متطور ومواكب الزمن يعني، لذلك هو ناجح. بالإضافة إلى مقومات نجاح عند الحاج باسم هي كلها مؤهلة وجيدة، والكل يتمنى أنه يوصل للي وصل الحاج باسم بما فيهم مهدي العبودي. ماذا تفضل، المجلس أم الاستوديو ولماذا؟ بخصوص المجلس أو الاستوديو كل واحد إلى روحيته الخاصة. المجلس إلى جو خاص يعني، من سنة 1999 قرأت أول مجلس، وكانت أول قصيدة للسيدة رقية عليه السلام على ما أذكر. بعدها صادفت سنة 2000 كانت أول سنة لاستشهاد آية الله العظمى سماحة السيد محمد الصدر قدس الله نفسه، فقرأت أول قصيدة حقه
القصيدة الوحيدة اللي ما نسيتها يعني لهذه اللحظة، قصيدة كلها حافظها لأن كان بها أثر وكان بها موقف. بعدها اعتقلت يعني للأمن العامة. الحمد لله شرف كبير أنه الأصابع ذول اثنيناتهم متكسرين يعني بسبب محمد صدر، يعني هذا القليل اللي أقدمه إليه لأنه الرجل قدم أبناء، قدم دم الطاهر تجاه الدين، فطبيعي أو قليل أنا أعتبر اللي قدمته لسماحة السيد قدس الله نفسه الزكية. فعشنا معاناة في ذاك الزمن، والدي أعدم بسبب هذا الموضوع، المواقف هواية بصراحة. ما هي الميزة التي جعلتك تستحق درع المقاومة ولقب منشد المقاومة؟ بصراحة أعتبره إنجاز كبير. أنا أشكر الأخوة اللي قدموا لي هذا الدرع وهذا اللقب بالتحديد، وهذا أكيد ما أجى عن فراغ يعني. وبعد الموقف كل إنسان يكون صاحب مبدأ عليه يكون، ويكون عنده موقف تجاه الوضع الراهن اللي يمر فيه البلد، تجاه المقاومة، تجاه الشيعة، القضية الشيعية بصورة عامة. فأنا أعتبره أنه لكثرة الأناشيد العسكرية اللي كانت تدعم المقاومة يعني، وهذا أنا أعتبره من واجبي الشرعي أدعم المقاومة بالأناشيد العسكرية. وبعد الأخوة جزاهم الله ألف خير أنهم قدموا لي هذا الدرع ولقب كمنشد المقاومة، وأنا فخور جدا بهذا الإنجاز. ما هو ميزان الربح لديك؟ ميزان الربح أعتبره بالدرجة الأولى أنه ترضي الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء. بعدها أنت لما صرت وصنفت على خدمة الحسين عليك أنه تقدم في شيء للحسين عليه السلام، تخلص مع الحسين عليه السلام. أذكر حادثة بسيطة، حادثة جمعتني بأحد المراجع في قم المقدسة. فكان أكو حوار يدور بينه وبين المرجع، قلت له إيش تنصحني؟ قال لي على خادم الحسين أن يكون كالحسين. بصراحة ما استوعبت الموقف يعني، شلون يكون كالحسين مثلا؟ بعدين هو المرجع حاليا على ما أعتقد متوفي، توفى قدس الله نفسه الزكية. فقلت له شلون يعني أكون كالحسين عليه السلام؟ قال لي كون تأخذ فد شيء من خصال الحسين، تتعلم من الحسين حتى تكون موفق يعني، كون تكون عندك مؤهلات لخدمة الحسين من ناحية الصوت، من ناحية الخلق، الأخلاق. أضاف لي معلومة جديدة، قال لي حتى الموضوع بصراحة الشكل يعني، إذا شكلك يعني غير مقبول ما ممكن توصل، ممكن توصل يعني، لازم يكون شكلك حسن حتى أنه ممكن تكون لك مقبولية تجاه الجمهور يعني. لأنه تعرف قضية الحسين هي مو قضية الشيعة، الحسين للعالم كله، قضية لكل الأحرار، فالكل يسمع الحسين، الكل يتعلم من الحسين. فأنت لما تكون موظف في دائرة إعلام الإمام الحسين عليك أنه تكون تمثل الإمام عليه السلام، فلازم تكون كالحسين حتى الله سبحانه وتعالى ببركة الحسين أنه يوفقك ويسدد خطاك وتصل إلى ما لا إلى ما تتمناه أنت يعني. بماذا تدعو دائما؟ دائما
أدعو لقضية واحدة، هالقضية مجال السر. أتمنى أنسى الماضي بس، يعني اللي الأحداث اللي راودتني أيام طفولتي، أيام صباي، أتمنى أنساها بس. كلمة تقولها لحماة العراق ومقدساته. الكلمة اللي أوجهها لحماة العراق وحماة المقدسات هو أنه يعني أسأل الله قبل كل شيء أنه يثبت أقدامهم ويسدد خطاهم إن شاء الله، وينصرهم في كل مكان وبما فيهم مهد العبودي، أنه إذا اقتضت الضرورة، يعني تكلمت باللقاء سابقا، إذا اقتضت الضرورة أنا جاهز للدفاع والقتال في أي لحظة، وإن شاء الله نصر حليف الشيعة إن شاء الله، ويا رب تنزال هاي الغمة إن شاء الله بأسرع وقت ممكن. ما هو أكثر موقف أدخلك في إحراج؟ بصراحة المواقف هواية، لكن الموقف اللي عالق بذهني لحد الآن، كنت بأحد البلدان يعني الدول المجاورة، وكنت مقيم في أحد الفنادق، وبعدها توجهت للمجلس، وصلت للمجلس، صعدت على المنبر، خليت يدي بجيوبي، كنت ناسي القصائد يعني، ما لقيت ولا قصيدة بجيبي يعني. فباللحظة فكرت انه شلون اجيب القصائد من الفندق. الوقت من الفندق لمكان المجلس تقريبا 20 دقيقة. 20 دقيقة شلون تقدر تصبر الجمهور يعني؟ فما اعرف يعني، كانت حتما بركات الحسن عليه السلام، انه بديت قريت ابو ذيات، وبديت بالقصيدة الاولى، القصيدة الرئيسية تعتبر، يشهد الله انه ما حافظها يعني، لان قصيدة كانت مكتوبة كتابة ومكتوبة سريع يعني، بس بعد بركات الحسين انه قريت القصيدة كلها، كملتها الى الاخر، بعدها كنت حافظ قصيدة للامام العباس عليه السلام على ما اذكر، وقريت القصيدة الثانية كملتها بعدها، يعني اكملت المجلس بصورة تامة، والحمد لله ما بين اي خلل بالمجلس يعني، بس من نزلت الحجاج اللي كانوا حاضرين بالمجلس سأله قال لي ملا ماكو ورقة بيدك، ما كانت بيدك فت قصيدة. بعدين كشفت السر انه قلت لهم انا ناس القصائد يعني، والحمد لله يعني تم على خير هذا المكان وهذا الموقف، وهذا بقى عالق في الذهن يعني ما انسى. ما هو الموقف الذي لم تنسه ما حييت؟ المواقف هواي اللي عالقة في الذهن، بما فيها مواقف سلبية مواقف إيجابية. الموقف اللي الإيجابي أعتبره اللي ما أنساه، في جورجيا بالتحديد في العاصمة تبليسي، صادف أثناء التصوير يعني قبل يوم أو يومين، هي ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام، الجالية العراقية اللي موجودة هناك كانوا مصممين أنه يقيمون مجلس الإمام الكاظم عليه السلام، لكن مكان ماكو ولا أكو حسينية في جورجيا، فشاء القدر الله سبحانه وتعالى أنه لطف بينا جميعا أنه يهيئ لنا فد مسجد، والمسجد كان تابع للأخوة السنة، صاحب المسجد رحنا حكينا وياه على أساس أنه نقيم مأتم للإمام الكاظم، وهذا الإمام حفيد رسول الله، ونحيي ذكراه، ومن هالتفاصيل هاي حكينا وياه، الرجل أصر أنه
انه منقي مجلس، رفض قاطع يعني. بقينا محتارين وين نقيم مجلس الامام يعني. فاخذت واحد من الشباب اللي وياي كانوا موجودين من الطلبه اللي كانوا يدرسون في جورجيا، قلت له يابا نرجع نعيد الحجه عليه مره ثانيه، وهذا الرجل راح يكون مسؤول امام الله يوم القيامه، رفض نقيم مجلس عزاء حسيني. فرجعنا عليه، الرجل ما بمجال حتى يتفاهم ويانا يعني، بصراحة يعني طردنا من الباب، انتم هيجي انتم روافض انتم ما ادري شلون. المهم فرجعنا نتمشى ومتحسرين في شرق اوروبا، واول مأتم حسيني يقام. بعدها يعني للساعة تقريب 8 بالليل احنا قاعدين نتعشى هيجي، احد الطلبة صديق الطالب اللي كان وياي اتصل عليه، قال له ابو المسجد اجى علينا، هو بنفسه يعني جاب رجليه، يقول نريد نقيم مأتم الإمام الكاظم بس ما عندنا أحد، إنه ما نعرف شلون نقيمه يعني، ما أعرف إنه شنو اللي دفعه لهذا الموضوع يعني. فجانا الاتصال، إحنا هم باللحظة بعد كنا منتظرين الفرصة بصراحة، فعسري لبسنا وهيئنا القصائد وحضرنا وإجينا نركض للمكان. فلقيت نفس الرجل الدين كان يعني، شيخنا السلام عليكم. السلام، قلت له خير ان شاء الله. قال اريد نقيم مأتم الإمام الكاظم بس ما نعرف شلون. فتوجهت للإمام من ذاك المكان يعني، قلت له السلام عليك يا ابن رسول الله، وما قصرت يعني، وهاي هي ذكراك، وانت اجدر بغيرك انه تهدينا هالناس هاي اللي تحيينا مجالسك يعني. فهو بعد انه الرجل متحير وما يعرف شو يسوي، قلت له خلاص انت بس حصلت الموافقه من عندك، احنا راح نتكفل بالباقي. قال زين. مقابل المسجد بالضبط كانت كنيسه، القس اللي كان موجود بالكنيسه كان يمانع على رفع صوت السماعات اللي موجوده داخل الحسينيه، ما يقبل انه الصوت يرتفع شويه. فكل شويه اجانا قال نص، كل شويه اجانا. هاي بعد ما قمنا المجلس يعني بشكل منتظم والحمد لله، وكان بتوفيق يعني بحضور الاخوه الايرانيين، حضور من اذربيجان كان كلش هوايه، حضور من الجاليه العربيه والعراقيه اللي حاضرين. لحد ما كملنا تقريبا نص المجلس، اتمنى التصوير موجود هو عند الشباب، اتمنى يعرضوه يعني للناس حتى يشوفون معجزات الامام يعني. نص المجلس واذا بالقس نفس المسيح واقف بنص الناس اللي كان يمانع على ارتفاع الصوت، واقف بنص الناس يلطم على الامام الكاظم، وهو اللي يطلب انه الصوت يرتفع، صوت السبيكرات يعني اللي موجوده. اللي اشفقت ما اضايق بمجال التسجيل او مجال الالحان، او يعني ارجع لمصطفى الربيعي كونه اقرب صديق حاليا. من هو اقرب صديق لك خارج العمل؟ خارج العمل
أيضا عندنا أصدقاء هواية، أصدقاء مثلا في الجامعة، طلاب في المنطقة عندنا أصدقاء هواية. اليوم اللي موجود أقربهم عمار يعني أقرب صديق إلي حاليا، بالإضافة هو مدرب إلي اللي يدربني بالنادي، وأعتبره يعني أقرب صديق حاليا. لو لم تكن رادودا، ماذا تحب أن تكون؟ لو لم أكن رادود ممكن أكون خادم لسيد الشهداء عليه السلام في هواية مجالات، لأن خدمة الإمام الحسين عليه السلام ما تقتضي على الرادود حصرا ولا على الشاعر ولا هذا المجال نفسه، يعني هواية تفرعات، هواية تفاصيل لخدمة سيد الشهداء، فممكن أكون خادم للحسين في مجال ما يعني. ماذا تتمنى أن يصبح ابنك؟ بصراحة أتمنى أنه يسلك نفس الطريق اللي سلكته، يعني أنا من بداية عمري أنه كنت رافض للظلم، يعني ورافض للحركات اللا إسلامية، يعني بدليل جاوبت عن هذا السؤال في هذا اللقاء يعني بالأسئلة السابقة. وكل شرف انه اصابعي اذكر الجمهور انه تكسرت بسبب هذا الموضوع، هذا كله فخر انا اعتبره الي. فاتمنى يسلك هذا الطريق، طريق المقاومه، طريق الجهاد، طريق الثوره، ثوره الامام الحسين عليه السلام، وعلى الا لا يبايع من لا يبايع علي بن ابي طالب. هل تعتقد أنك مخلص مع الحسين عليه السلام؟ الاعتقاد صعب بصراحة. أنا أتمنى أن الحسين عليه السلام يقبل هالخدمة. خلي أحكي هذا السر، في عالم الرؤية يعني كنت أطلب يعني وأتمنى من الإمام الحسين عليه السلام، ردت اشوف انه قابل خدمتي لو لا يعني، وقلت له انه يوم ما رحت الكربلاء قلت له سيدي انه اذا ما قابل هالخدمه حتى اخدمك في مجال ثاني في طريق اخر يعني. فالحمد لله بعد يوم او يومين اشاره كانت قويه من سيد الشهداء عليه السلام بان قابل خدمتي يعني، وراها كنت قاعد فرحان هوايه، لأن مو سهل يعني مثل الحسين عليه السلام انه يبصم لك على موافقة وقبول الخدمة، هو هذا الإنجاز هذا، وهذا هذا محصول اللي نريده يعني في الدنيا بصراحة، يعني هي قبول الخدمة سيد الشهداء عليه السلام. كما أعتقد انه مقتنع نوعا ما يعني، لكن مو بالطموح يعني، إن شاء الله بالمستقبل تكون اكو اخلاص اكثر للحسين، يكون اكو تواصل مستمر مع الحسين عليه السلام، وان شاء الله التوفيق من الحسين ان شاء الله. عندما تدخل كربلاء المقدسة، ما الشعور الذي يراودك؟ الشعور لا يوصف بصراحة، يعني لما ندخل على كربلاء أنسى يعني، أنسى الدنيا أتركها وراي خلاص، أشوف قدامي الحسين بس، أفقد شعوري يعني، أفقد تركيزي بصراحة. الناس تعرف، الجمهور يعرف أنهم يشوفون شخصية مشهورة تتقرب من عنده، هذا اللي يأخذ صورة، هذا يسلم عليه، هذا يعني كل من بطريقته الخاصة. بصراحة أنا مو معافس يعني، بس أكو نوع من الجنون يعني تجاه الحسين عليه السلام، وهذا الإمام يستحق هذا الشيء يعني، وأعتبره قليل يعني بصراحة.
بس الناس يوم ما تشوفك وتشوفك انت متلهف على كربلاء توصل على ضريح الامام، حتى انه هذا اللي يسلم عليك، هذا اللي يريد صوره وياك، وانت كانما مو مثير اهميه للناس، وانما اشبه بالفاقد التركيز. تركيزي فقط يكون عند الضريح يعني بصراحه، يعني فالشعور لا يوصف. يعني عندما تلبس الزي العسكري بماذا تشعر؟ بصراحه الشعور بالزي العسكري يحسسك انه انت في جيش الامام المهدي عليه السلام، كانك يعني كان انه اشوف نفسي حاليا مع الامام المهدي، وكانما الامام هو اللي يقودني بصراحه. فتكون الروح الثوريه موجوده، يكون الاندفاع موجود، لكن الاندفاع اكيد يكون من الناحيه الايجابيه يعني لا السلبيه. يعني الشعور اكيد شعور حالي حال اي مقاتل موجود اليوم اللي مستعد يواجه العدو ويدافع عن هذا الشعب وهذا البلد ومقدسات هذا البلد. ماذا تعني لك قناة الفرقدين؟ قناة الفرقدين احنا من التأسيس يعني انا من المؤسسين لهذه القناة، ولا زلت يعني اعمل بقناة الفرقدين، وان شاء الله ببركة الشباب اللي موجودين اليوم توصل رسالة الحسين واعلام الحسين الى ابعد ما يكون يعني ان شاء الله. بشار الساعدي، ماذا يعني لك هذا الاسم؟ بشار الساعدي صديق مقرب، انسان ناجح اعتبره، اتمنى لك كل التوفيق في حياته وكل مجالات حياته ان شاء الله.